تزال تداعيات اعتماد المملكة على توقيت غرينت زائد واحد طيلة السنة مستمرة، حيث دخلت هيئات حقوقية ونقابية على خط اعتماد المملكة الساعة الإضافية طيلة السنة واستنكرت القرار الذي صادقت عليه الحكومة دون استشارات شركائها. وزادت الانتقادات الحادة في وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي دفع عن قرار الساعة الإضافية أمام نواب الأمة بمجلس النواب، معتبرا بأن هذا الأمر سيساهم في اقتصاد استهلاك الطاقة وتوفير الأمن الطاقي أيضا. قلنا نعم، وتوقيت الصيفي اللي هو عنده سلبيات أيضا. صحيح صحيح، أنا متفق معكم، عنده سلبيات. قلنا نعم التوقيت الصيفي، ندرسوا هذه السلبيات، نعالجوا هذه السلبيات، ونواصلوا التقييم طيلة المرحلة المقبلة. وفي الوقت الذي تحاول فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي إيجاد صيغة رضائية لتوقيت الدخول المدرسي لائم جميع الأطراف، عقد الوزير المكلف بالقطاع لقاءات مع جمعيات أولياء وآباء التلاميذ والنقابات أيضا لإيجاد الحلول بعد إضافة الساعة وارتباك الأسر. وتتلقى حكومة العثمانيين انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حمل نشطاء المسؤولية لأعضاء الحكومة الذين يحاولون في رأيهم اقتصاد الطاقة على حساب صحة وأمان المواطن المغربي.